حاجة تانية، حياة كريمة. طبعا حياة كريمة، أنا لو الواحد بيستخدم خياله، في مصر أزمة مياه، في مصر مفيش أزمة أراضي، احنا كل مصر شغالة في أقل من 10% من مساحتها، فأنا عندي أراضي كتير جدا وعندي مية قليلة وشحيحة، وأنا البلد الوحيد في العالم اللي بيروي أرضه بالغمر من أيام الفراعنة. أنا أفهم أيام الفراعنة أروي بالغمر، عندي هذا البراح موجود. لما كنا 20 مليون أروي بالغمر ممكن، إنما النهاردة وإحنا بنتجاوز 100 مليون أروي بالغمر برضو ظلم وحرام. فحياة كريمة فرصة خلقتها الدولة عشان أبني مستوصف وأبني مستشفى وأبني مدرسة وأبني حاجات زي كده وطور الريف المصري. لا، أنا نفسي حياة كريمة تركز على محافظة واحدة تحولها إلى ري مرشد، حتى فكرة ان الملكيات مفتتة لا يمنع ابدا ان احنا نعملها بشكل تعاوني بملكيات مفتتة، بس مش هدي حد مية يغمر، انا هدي حد بيروي ري مرشد. مش صعبة، ومش صعبة ومحتاجة تمويل، لان انا لما هجيب شبكة ري بالطرق، وبعدين دي بتسمح لك بانك تزرع حاجات كتير جدا تصديريه. تمام. مثلا.